الساكنه هذه فهي تم انتقال ديالها في برنامج ديال الانتقال دور الصفيح للاحياء المجاوره لمدينه الدار البيضاء. وبطبيعه الحال كاينه واحد النسمه السكانيه لا باس بها اللي في حاجه ماسه لوسيله نقل. وبطبيعه الحال الزبناء عندهم ثقافه ديال الطاكسي، هذا هو السبب اللي خلانا اننا قمنا بهذه المبادره هذه بطبيعه الحال بالتنسيق مع السلطات الامنيه على مستوى بالمسيك اللي بكل صراحه خدامين بكل جدارة في محاربة النقل السري. وبطبيعة الحال كان واحد المشكل ديال الزبناء انهم ما تيلقاوش وسيلة النقل اللي غيتنقلوا بها، فدخلنا احنا على الخط في اطار مبادرة وفي اطار التنسيق اللي قائم ما بين المكتب المحلي والسلطات الامنية على مستوى بالمسيك. وجدنا واحد الاسطول اللي غيوفر هذه الخدمات لفائدة الزبناء هادو. بطبيعة الحال تنشكروا السلطات المحلية على مستوى بالمسيك، وتنشكروا السيد العامل والسيد رئيس الجماعة السيد كاميلي اللي بطبيعة الحال ساندنا ودعمنا باش تكون هذه المحطة هذه. بطبيعة الحال السائقين اللي هما تيشتغلوا رسميا في هذه المحطة فهما كان طموح ديالهم انه تكون هذه المحطة يعني بصفة قانونية باش يشتغلوا بكل أريحية. وبالنسبة للناس الساكنة ديال الرشاد اللي كيستقلوا هذا الاتجاه هذا من جبل من سباتة حتى اتجاه الرشاد، هذه بادرة حسنة، وكنتمنى ان شاء الله يتعمم هذا الشيء على صعيد الدار البيضاء. بالنسبة احنا كان عندنا خصائص في محطات نموذجية كما هذه المحطة، وكنتمنى انه هادشي يكون الا بادرة. وكنشكروا كاع السلطات المحلية اللي لبات الطلب ديال الناس النقابيين ديال سباتة، منهم السي الصديق هشام والاخ يا الاخوان كاملين بانهم لبوا هذا باش السائقين انهم يخدموا باريحيه ويكون عندنا محطه اللي غنوقفوا فيها باريحيه. ونحاولوا نطوروا من نفسنا ونخلقوا خطوط جديده، وكنحاولوا اننا ننظموا من انفسنا يعني والمهنيين، ونوفروا للساكنه وسائل ديال النقل اللي مرخص لها واللي قانونيه. وذلك يعني داكشي علاش اشتغلنا على احداث هذه المحطه اللي كتربط بين مدينه الدار البيضاء ومشروع الرشاد، بالضبط نقطه سباته يعني ال 81 المعروفه ب 81 اللي كتربط بين منطقه سباته والمشروع الجديد اللي ديال الرشاد اللي كيتسمى الرشاد. احنا بطلب من السيد رئيس الجماعه اللي كنشكرهم على المنبر اللي لبى الطلب، ومن حنا هذا يعني دارت التثبيت ديال هذه العلامات ديال الطاكسي باش يكون المسائل قانونيه ونلقاو الاخوان ديالنا فين يوقفوا ويشتغلوا مع المواطنين بشكل عادي. بالنسبه لنا كسائقين مهنيين هذا كامل مكتسب لجميع السائقين المهنيين، كنطالبوا هاد النقابات هادو حتى هما يخدموا في الله يسخوين على محطات اخرين. اي نقابه جات لينا شي قاعه ديال الطاكسي ولا شي بلاكه ديال الطاكسي تحطات، هذا مكتسب بالنسبه للسائق المهني. يعني كان هذه رساله موجهه لجميع النقابات انهم يضافروا الجهود ويكون واحد الاتحاد، حيث انه مطلب كيكون لفائده السائق المهني انه يكون مطلب موحد، مطلب موحد من ناحيه البلايك، من ناحيه جميع المطالب اللي كتقيس الدومين ديال سيارات الاجره. وحيت كنشوفوا دابا كاين بزاف ديال الامور اللي كتهلك هذا المجال هذا، من التطبيقات، من سميتو الخطافه، من بزاف ديال الحوايج. دونك هنا كنعاود نوجه النداء ديالي والشكر ديالي للمسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء والمسؤولين النقابيين ديال هذه المنظمه هذه اللي مشكورين بزاف على هذا المكتسب اللي جابوا، حيت حنا كناخذوا هذا كمكتسب بالنسبه للسائق المهني انهم يديروا لنا قاعات جداد. حيت دابا كنشوفوا هذه الاشغال اللي كاينه في الدار البيضاء وهذه لي سيركيلاسيون وهذه الطرقه اللي ولاو مضيقين وبزاف الحوايج اللي كتهز السائق المهني وما كتخليهش يشتغل على الراحه ديالو. وشكرا للاخوان وشكرا للجميع على هذه المحطه هذه، وكنتمنى يكونوا محطات اخرين.